أيها المقاتلون أيها المقاتلون الشجعان من أبناء جيش البطل في في محاور مدينة درنا كافة لم يترك لنا الإرهاب خيارا إلا المواجهة والقتال ويقول الله في محكم آياته كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وليس لكم في القتال كما عهدناكم إلا النصر وبالنصر تصنعون المجد والسلام وتحفظون سياده الدوله وهيبتها وتبعثون الامل في نفوس شعبكم الذي يرى فيكم طوق النجاه مما الم به ليس امامنا الا ان نختار اما العزه والكرامه واما المذله والمهانه وهيهات هيهات ان نختار الا ان نعيش في ارضنا احرارا فهذه درنا العزيزه امامكم فاحرصوا على حماية أهلكم وتجنبوا إلحاق أي ضرر بهم أو بممتلكاتهم أو بأي مرفق من مرافق المدينة إلا حيث يختبئ الإرهابيون ويتحصنون. عينك على العالم.